أحمد، هل من تحديثات جديدة مرتبطة بمسار التصعيد الذي أخذه حزب الله خلال هذه الساعات؟ نعم، تحياتي لك مجددا. بالفعل عملية سادسة أعلن عنها حزب الله اللبناني أنه نفذ هذه العملية تجاه موقع البغدادي في الجهة المقابلة للقطاع الغربي للجنوب اللبناني، وهو ما يعني أن حزب الله وسع الهجوم من الجليل الأعلى وأيضا منطقة الجولان إلى منطقة الجليل الغربي والجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني والمنطقة الساحلية. استهدف موقع البغدادي، المرج، رويسة العلم هذه الاستهدافات، ربما توسع دائرة العمليات المنفذة منذ صباح اليوم وحتى الآن، وهو ما يدفع أيضا أن نقول أن هذه هي أكبر هجمات ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني في منذ 8 من شهر أكتوبر الماضي، وهو موعد بداية التوترات على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. العملية السادسة التي أعلن عنها حزب الله قبل قليل استهدفت موقع البغدادي وبصاروخ بركان، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح وفقا لرواية حزب الله. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل الساعات المقبلة مفتوحة لعمليات العمليات المتبادلة، سواء استمرار العمليات من قبل حزب الله من الجنوب اللبناني أو أيضا العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وخصوصا أن هناك العمليات أطراف بلدات الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وعدد من البلدات في القطاع الأوسط. ربما هذه العمليات تأتي ظنا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المناطق تستخدم من قبل حزب الله لشن عملياته الموجهة ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية. أيضا هناك تحليق كثيف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني، كان هناك قبل قليل خرق الجدار الصوت في الجنوب اللبناني، وهنا أيضا في العاصمة اللبنانية بيروت سمع دوي خرق جدار الصوت بشكل كبير في كافة المناطق في العاصمة اللبنانية بيروت. كل هذه الأمور تجعل أن الساعات القليلة المقبلة ربما ستكون مفتوحة على مزيد من التصعيد بين الجانبين على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، سيكون لنا عودة معك بطبيعة الحال خلال الساعات القليلة المقبلة لمتابعة أفق التصعيد الجاري بين حزب الله وإسرائيل، والذي في أبسط ما يمكن أن يوجز به أن الحزب أطلق نحو 200 صاروخ وعشرات المسيرات إلى مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، مع الاستهدافات الأخيرة التي جرت في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبة المحتل. شكرا جزيلا لك.